القاف، محمد بن عمر بافقي، محمد بن طالط العنزي، مرهف بن عدنان عشي، مشهور بن بكبا عشن، مصعب بن عبد خياط، مهند بن أحمد مدير، مهند بن مجدي درويش، وليد بن خالد أزمرلي، وليد بن خالد مرداد، وليد بن فؤاد مهدي، ياسر بن عبد الهادي الأدموي، ياسر بن محمد عزب، يوسف بن أحمد باقيس، يوسف بن محمد السالمي. قسم الهندسة الكيميائية: صالح بن سعيد الأسمري، عبد الرحمن بن مبارك باحميد، عبد الرحمن بن مصطفى عشماوي، عبد الله بن صالح بن إسحاق، عبد الله بن محمد الشهري، منذر بن حسين عسيلان، وهاج بن محمد زواوي، يزيد بن محسن العامودي، يوسف بن مصطفى عبد ربه. قسم الهندسة